محتاجين اكيد نروح لزميلنا العزيز كريم احمد موفد قناه الاهلي اللي موجود حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان نعرف منه اخر المستجدات واخر الاخبار الخاصه بتدريب الفريق من مقر النادي الاهلي بالجزيره والقريب من ملعب التتش. كريم مساء الفل. مساء الفل عليك زميلي العزيز محمد سعيد، برحب بيك في البدايه وبرحب بكل مشاهدينا وكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. عايز اطمن منك على اخبار الفريق وحاله الفريق بعد مباراه الامس، وناس كتير عايزه تطمن على الشناوي، على علي لطفي النهارده المفروض هيجري اشعه والدكتور احمد ابو عبله هيحدد الاصابه وضعها ايه، كمان حمزه علاء فوجئنا ان حمزه كمان تعرض لاصابه عشان كده ما كانش موجود في قائمه امبارح، فكل التفاصيل من خلالك يا كريم. بالتاكيد طبعا يا محمد، في البدايه بنبارك لكل جمهور النادي الاهلي لاعبي النادي الاهلي على الاداء والنتيجه الحقيقه الامس، التركيز الكبير ده الامر اللي احنا بنتمناه من كل لعيبه النادي الاهلي خلال المرحله القادمه، مرحله مهمه جدا وصعبه ووقته ضيق جدا يا محمد بالنسبه للمباريات والاستعدادات. على سبيل المثال يمكن النادي الاهلي انهى مباراه الامس، اليوم هيكون تدريب خفيف طبعا لكل المجموعه اللي شاركت طبعا في المباراه ويكون جرعه تدريبيه كامله، بكره هيكون في معسكر ثاني للدخول في الاجواء طبعا الخاصه بمباراه طلائع الجيش ولا النادي الاهلي يوم الجمعه بمشيئه الله، عشان كده بنقول ضغط كبير جدا على اللاعبين، لكن الذكاء المهم جدا والخبرات الكبيره والجزء العلمي يا محمد اللي حابين ناكد عليه في هذه النقطه اللي هي المارسيل كولر والجهاز الفني بالكامل، لان يمكن الناس ساعات بتختلف في بعض التغييرات في توقيتها، لكن الهيت ماب الجي بي اس اللي موجود مع لعيبه النادي الاهلي ده ليه مدلول كبير جدا 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 على التغييرات وعلى الدفع باللاعبين وعلى امتى ان انا اريح هذا اللاعب. ممكن تكون قرار قاسي شويه على بعض اللاعبين ان هي ما تكونش متواجده ما تبداش، لكن هي قياسات وهي امور بتبقى متروكه فقط لغير الجهاز الفني. يعني الهيت ماب ده مهم جدا يا محمد بالنسبه للتقدير بالنسبه للجرعات، لان انت عارف لو الحمل البدني زاد الاشاره يمكن مش هتطلع المخ بشكل مطلوب، هتلاقي نفسك ان انت بتادي اداء مش المطلوب. عشان كده بناكد على الحقيقه مستر كولر في اختياراته للتشكيل، في اختياره للمجموعه التشكيل، من هيكون مين اللي هيبدا ينزل، مين اللي ممكن يتوظف. عشان كده دي نقطه مهمه جدا اللي بتخلينا نشوف النادي الاهلي بينقل عدد كبير جدا من الباصات، كل لاعب واقف على رجله بلغه الكوره، ما حدش عنده اجاد. لكن هي الاصابات الامر طبعا المزعج بشكل كبير جدا، وتحديدا كمان في حراسه المرمى بنفقد الشناوي، علي لطفي كمان يمكن منتظرين الجهاز الطبي دكتور احمد ابو عبله مع انطلاق المران في فحص طبي اكيد بالتاكيد لعلي، لكن التشخيص ده مهم جدا يا محمد، لان يمكن علي شفنا طبعا الخلفيه بتطول شويه، لكن يا رب ان شاء الله ما تكونش اصابه مطوله. حمزه علاء ايضا كمان، يعني عايز اقول يمكن امر صعب جدا على ميشيل يانكون وعلى الجهاز الفني في حراسه المرمى، لكن يعني الاخبار اللي بنطمن بيها كل جمهورنا وجمهور النادي الاهلي الحقيقه ان الشناوي بمشيئه الله ان شاء الله هيحرص عليه النادي الاهلي مشيئه الله في المباراه الاولى والثانيه يا محمد. الشناوي الحقيقه بيقوم بدور كبير جدا مع الجهاز الطبي، التضحيات مهمه جدا وانكار الذات مهم جدا، والقلب موجود الحقيقه مع الشناوي في هذا التوقيت، مش هندفع اكيد باللاعب وهو مصاب، لكن الجهاز الطبي بيقوم بدور كبير جدا، فان شاء الله باذن الله مع البرنامج الموضوع للشناوي مع خبرته الكبيره ومع ادائه المميز جدا في التاهيل ان شاء الله بمشيئه الله يكون متواجد في مباراه الوداد، لكن احنا مش هنسبق مباراه الوداد لان عندنا لسه كمان مباراتين مهمين جدا يا محمد، اولهم مباراه طلائع الجيش، فيا رب ان شاء الله التحضيرات تكون مهمه جدا. ما نقدرش نقول النهارده ان مستر كولر هيكون في جزء تكتيك او جزء خططي على قد ما هو يكون في جزء نظري كبير جدا طبعا في المحاضره اللي بتبدا قبل الانطلاق المران ب 45 دقيقه، الراجل بيحاول ان هو بعد كل ماتش يذاكر الاخطاء، يحاول ان هو يفهم اللعيبه التمركزات الخاطئه ايه اللي كان مطلوب من اللاعبين، فيا رب ان شاء الله يكون النهارده تدريب قوي ونطمن على عدد من اللاعبين. كمان عايزين نطمن على منعم وعلى كهربا وعلى الشحات، في عدد ما كانش متواجد يا محمد في القائمه لمباراه الامس، لكن يا رب ان شاء الله يحافظ على لعيبه النادي الاهلي وما تكونش اصابات كبيره يا محمد. طيب دكتور احمد ابو عبله يمكن لسه ما اعلنش تشخيص اصابه علي لطفي لغايه دلوقتي، يعني هو عمل اشعه النهارده، واكيد بقى على مدار الحلقه لما تعرف المعلومه اكيد يا كريم هنسمع منك اخر الاخبار بالنسبه لاصابه علي لطفي. ولكن في مركز حراسه المرمى في ظل وجود دلوقتي بس مصطفى شوبير، هل هيتم الاستعانه بعدد من الحراس الصاعدين مع مصطفى شوبير في على الاقل يعني المباراتين المقبلتين في الدوري، لان كده حتى لو اصابه علي لطفي بسيطه وخفيفه صعب اعتقد يلحق مباراه الجمعه والاثنين اللي جاي. بالتاكيد يا محمد، يعني قبل كمان المباراه هي لابد يكون في تصعيد لعدد من الحراس، لان انت عارف طبعا التدريبات بيكون لابد يكون في عدد للتناوب طبعا التدريبات المجاميع طبعا اللي بيديها ميشيل يانكون للاعيب النادي الاهلي او لحراسه المرمى. مخلوف ممكن يكون متواجد كالعاده، وممكن نستعين ايضا كمان بعدد من الحراس من قطاع الناشئين، لكن بنامل ان شاء الله يعني علي لطفي ما تكونش اصابه قويه، تكون حاجه بسيطه جدا. مصطفى شوبير يعني بتمنى له كل التوفيق، لان من الواضح لو علي عنده اي ظروف مصطفى شوبير ان شاء الله باذن الله يكون متواجد في المباراتين القادمتين.
لكن حراسه المرمى مطمنين عليها بشكل كبير جدا من ميشيل ياناكون ومن الحاله المميزه جدا بين الثلاثي، لكن صعبه شويه ان انت يبقى عندك الحارس الثاني والثالث والرابع كمان عندهم اصابات. فيا رب ان شاء الله باذن الله نطمن بس في خلال الدقائق القادمه وفي خلال التوقيت اللي جاي محمد على علي لطفي، ويا رب ان شاء الله تكون اصابه خفيفه حتى لو عدى الماتش اللي جاي يكون متواجد في ماتش سيراميكا، ومن بعدها ان شاء الله باذن الله كل حدث حديث. طيب الشناوي بيجي النادي بيحضر بيعمل برنامج تاهيلي في النادي، انا عارف في كلام كتير قوي بيتقال على الشناوي الفتره الاخيره، فمحتاج اسمع منك يا كريم، انت في قلب الحدث موجود في النادي، فاكيد رغم عدم مشاركه الشناوي وغيابه لثلاث مباريات حتى في الدوري بسبب الايقاف، لكن التاهيل بيجي النادي قدامكم وبتشوفوه اكيد يعني. بالتاكيد يا محمد، يعني بقول لك ان الشناوي ماشي في التاهيل بشكل مميز وطيب جدا، ويمكن بكل حذافير البرنامج الموضوع ليه من الجهاز الطبي دكتور احمد عبله. انت عارف طبعا يعني التواجد في محيط النادي الاهلي بالجزيره على طول اللعيبه بتخش على طول على المكان المخصص ليهم طبعا عند غرف الملابس، فما بيبانش ظهور كل اللاعبين وتحديدا الشناوي، لكن بنشوف الشناوي بنقابله قبل نزول التدريب، بيكون طالع من الجيم، بيكون موجود طبعا في مختص الثلج، امور عديده جدا الحقيقه بيقوم بيها الجهاز الطبي، لكن الشناوي باكد لك متواجد يوميا ماشي على البرنامج التاهيلي بشكل مميز وطيب جدا. عشان كده بنقول يا رب ان شاء الله ثقتنا كبيره جدا في ربنا سبحانه وتعالى، وفي ايضا كمان الشناوي ان هو يلحق الفتره القادمه وتحديدا مباراه الوداد، هي يعني تعرف اصابه السمانه ومزق في السمانه بيكون صعب شويه، لكن ان شاء الله باذن الله مجهودات اللي بتبذل من الشناوي والجهاز الطبي تصب ان شاء الله في مصلحه النادي الاهلي ويكون متواجد بمشيئه الله يا محمد باذن الله. طيب كهربا منعم حسين الشحات النهارده برضو انت اكيد شفتهم قبل ما يوصلوا للتمرين، وهيبدا بقى الفتره الجايه يشوف الجهاز الفني ممكن يدفعهم بيهم المباراه الجايه، يريح لعيبه تانية اكيد هيكون في بقى رؤيه لكولر، لان كولر امبارح في المؤتمر الصحفي كريم اتكلم وقال ما عنديش لاعب اساسي ولاعب احتياطي، الفريق بالنسبه لي كله اساسي. نقطة مهمة جدا يا محمد، طبعا يعني الأسئلة بتكون صعبة شوية في المؤتمرات الصحفية، ويمكن أنت عارف هذا الأمر، الراجل يمكن قايم بدور كبير جدا مع المجموعة كلها، النادي الأهلي وحدة كاملة، مفيش حد يكون متواجد خارج القائمة يزعل إن هو مش متواجد في المباراة، ده أمر بيكون مهم جدا، الراجل بيشتغل مع كل اللعيبة، الاختيارات بتكون مهمة جدا، السكواد الكامل الراجل بيشتغل معاه بشكل كبير، ممكن يكون في بعض اللعيبة ما عندهاش طبعا يعني حسيت الماتشات المستمرة، لكن الراجل بيحاول أيضا كمان بعد المباراة تلاقي في تقسيمة بطول الملعب، عدد من الناشئين طالع، الراجل بيحاول يجهز الكل، عشان كده بنشوف شريف الحقيقه رغم ان هو ما بيلعبش بشكل مستمر لكن بيأدي اداء مميز وبيحرز اهداف. عبد القادر يمكن الناس انتقدت بشكل كبير عبد القادر الفتره اللي فاتت، ربنا بيوفق، ده مش من فراغ لان التوفيق بيجي للمجتهد، بيجي للي بيأدي تدريبات كويسه جدا، الراجل قال انا عايز اللعيب يطلع 100% في التدريبات، عشان كده دي نقطه مهمه جدا، المجتهد في التدريبات هيكون ليه فرصه مهما كانت الظروف، مهما كان تغيير الادوار، ده مش مع مستر كولر، ان الراجل بيحاول ان هو يوظف كل اللعيبه في اي مكان، شفنا كريم فؤاد بشكل كبير، شفنا مروان، بنشوف كهربا، عشان كده بنقول كولر مدرب ملتزم بشكل كبير جدا، عنده عدل الحقيقه في توزيع الادوار وفي توزيع المهام وفي ايضا كمان في اختيار التشكيل، يا رب ان شاء الله يستمر في هذا الاداء المميز مع لعيبه النادي الاهلي، ولاعيبتنا ايضا كمان تكون عامل مساعد بشكل كبير جدا، لان هي مرحله مهمه جدا يا محمد. نقفل بس موضوع الدوري خلال المباريتين القادمتين، والهدف اكيد بالتاكيد لمستر كولر وجماهير النادي الاهلي والجهاز الفني ومجلس اداره النادي الاهلي هي البطوله الافريقيه. تأكيد بالتأكيد طبعا. طيب زميلي العزيز كريم أحمد موفد قناة الأهلي بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والإيضاحات.